تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن وكمان بفقرة التوقعات وتوقعاتنا داخليا يعني لبنانيا مثل ما بيقولوا. رح نبدأ بالحريري يلي رح نشوف أنه في نفضة جديدة للتيار ورح يهتم بترتيب شؤون بيته الداخلي استعدادا للانتخابات المقبلة، وكمان حنشهد مشكلة سيولة نقدية مالية واقتصادية صعبة ولكن كأن أمام المشهد الأخير، واستمرار بلعب تضييع الوقت قبل التشكيل النهائي بالنسبة للحكومة. ضلكم بألف خير وباي باي.